اهلا بكم من جديد طبعا. ولسه قاعده كان بيتكلمني على الطريق العظيم ده للرئيس تفقده، طريق رائع جدا صحيح، يعني طفره كبيره جدا طبعا في الطرق، يعني واضحه جدا خلال الفتره الاخيره. الحقيقه حاجه يعني مشرفه جدا لمصر، وبتنقلها يعني بصوره كبيره مش بس لخدمه المواطنين، لكن الحقيقه لما بنمشي على الطرق دي وبنتخيل ان ممكن مصر في يوم من الايام تستضيف اي حدث عالمي، شيء مشرف جدا بيرفع صحيح. مصر يعني وده خليه طبعا يبقى الاستثمارات عندنا سهله، طبعا تقلل التكلفه، النقل بسهوله من مكان لاخر. عشان كده هنحاول يعني نتحدث حول هذه الطرق والمحاور. يسعدنا ان يكون معنا عبر الهاتف الاستاذ الدكتور محمد الصادق، استاذ الطرق بجامعه حلوان. بعد صباح الخير دكتور. كنا بنتكلم انا وزميلتي ادي على هذا الطريق العظيم والمحاور اللي بيتفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودايما فعلا بتنقل مصر بصوره مشرفه، اللي احنا عندنا طرق وعندنا محاور جديده سهلت الطرق علينا كمواطنين وعلى الاخرين ايضا كزائرين. نتكلم على اهميه هذه الطرق والمحاور دكتور محمد. صباح الخير يا استاذ حسني، وصباح الخير على زميلتك العزيزه في الاستوديو وجميع الساده المشاهدين. الحقيقه الزياره التفقديه اللي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس لتفقد الطرق والمحاور والاعمال الصناعيه الجاريه في القاهره الكبرى هو استمرار للدفعه المعنويه والسياسيه للعاملين بهذه المشروعات القوميه لاستكمال المسيره باعلى جوده واعلى مواصفات وفي الزمن المحدد لكل هذه المشروعات. جوله امس الجمعه كانت مركزه تماما على الاتي، اولها محور جوزيف تيتو امتداده او المرحله الثانيه من المنطقه اللي عند كوبري الحرفيين الى الطريق الدائري. طبعا محور جوزيف تيتو تم تطويره قبل كده من عند مصر الجديده من عند عبد الحميد بدوي لغايه كوبري الحرفيين اللي هو موازي مطار القاهره، وتم نزع ملكيه كبيره من مطار القاهره وتوسعه الطريق الى 7 حارات في كل اتجاه. النهارده بنتكلم على المرحله الثانيه من كوبري الحرفيين الى الطريق الدائري بعرض 5 حارات في كل اتجاه، بالاضافه الى طريق اخر للخدمه للمناطق الصناعيه والورش والمناطق السكنيه اللي هي بعد مطار القاهره. طبعا المنطقه دي في منتهى الاهميه لانها بتنقل الحركه من ناحيه في اتجاه مصر الجديده، من ناحيه في اتجاه الهيكستيب والطريق الدائري، وايضا الى طريق جسر السويس وطريق مصر الاسماعيليه الصحراوي. فالمنطقه دي فعلا في منتهى الاهميه وكانت دايما بتعاني. والتجمع كمان يعني نفس الطريق ممكن تبقى في قلب التجمع الاول يعني مباشره. خلينا هوضح لسيادتك النقطه الثانيه، هي النقطه دي الحقيقه بتخص المنطقه اللي هي في شرق القاهره، انما بالنسبه لسيادتك تفضلتي وذكرتي على تطوير منطقه التجمع الاول، ده المحور الثاني المسمى بمحور شينزو ابي. طبعا رئيس وزراء اليابان السابق، هذا المحور بطول 15 كيلو متر اللي جاري انشاؤه وتنفيذه لربط منطقه مدينه نصر ومحور الشهيد، وبيمشي موازي لطريق السويس في المنطقه صحيح. اللي هي قبل الكيلو بعد الكيلو 4.5 صحيح، وبيعدي على ودي مدينه الأبل. بتمر ايضا داخل مطار القاهره يا دكتور صحيح؟ انا بس هوضح لسيادتك دي، لان هو المحور ده اهميته ايه؟ اهميته انه بينقل الحركه من مناطق شرق القاهره مدينة نصر ومحور الشهيد، وبيعدي بكوبري أعلى الطريق الدائري المسمى بكوبري سمير غانم صحيح، وينزل في محور يسمى محور نجيب محفوظ 5 حارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى 2 طرق خدمة، وبيتنقل لمحور اسمه محور السادات. المسار ده كله مسار حر، بمعنى لا يوجد عليه أي تقاطعات أو إشارات مرورية صحيح، والتقاطعات كلها من خلال كباري علوية أو أنفاق تمهيدا للوصول الى العاصمه الاداريه الجديده. يبقى الحكمه من انشاء هذا المحور هو ربط المنطقه شرق القاهره والتجمع الاول خصوصا ومحور السادات، ثم الى العاصمه الاداريه الجديده من ناحيه، ومن خلال الطريق الدائري هيوصل طبعا على المعادي والاسمرات وكل هذه المناطق. ده هيبقى بياخدنا برضو هنا محور يعني السادات اللي هو كان كوبري الفردوس قبل كده، وازاي أيوة. انت بتتجه برضو لهذه المناطق القاهره والتجمع القاهره الجديده والتجمع طبعا، وده هياخدنا برضو للكوبري اللي بيتعمل دلوقتي في احمد سعيد عشان العباسيه وحدائق القبه. هو الكوبري اللي سيادتك تفضلت وذكرته في المنطقه اللي ناحيه شارع احمد سعيد ده الحقيقه استكمال لمحور الفردوس، محور الفردوس اللي سمي ايضا محور جيهان السادات.
اثناء تنفيذه طبعا اللي هو كان في البدايه اسمه محور الفردوس. طبعا ده استكمال لشبكه الطرق والمحاور لتطوير القاهره الكبرى اللي النهارده شملت 15 محور كبير يشمل عدد من الطرق والكباري. الشيء المهم اللي النهارده فخامه الرئيس تفضل بالتوجيه فيه هو عمل توسعه لهذه المحاور باقصى طاقه ممكنه لاستيعاب اكبر عدد من الرحلات وتسهيل حركه المواطنين مع عدم التخلي عن جودة التنفيذ وأعلى المواصفات. دكتور يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني في حديثه عن الطرق أكد أنه إحنا بنعمل طرق للمستقبل، بنعمل طرق تعيش سنين طويلة، وده الحقيقة ده اللي بنلمسه جدا لما بنمشي على الطرق الجديدة الآن، مش بس في عدد الحارات اللي يعني بدأناها بدري، عدد اتساع الحارات والتوسعة اللي حصلت في الطرق، لكنه أيضا في جودة تنفيذ الطرق حتى بالنسبة للسرعة، بالنسبة لل يعني السير على هذه الطرق، بيعني أن احنا بنعمل حاجة على مواصفات عالمية. الحقيقة احنا كخبراء او استشاريين متخصصين في هذا المجال من سنوات طويلة واحنا بننادي بفكرة التوسعة المستقبلية للطرق وتصميم هذه المحاور على استيعاب ما يسمى بسنة الهدف التي تقدر بما لا يقل عن من 20 ل 25 سنة قادمة لتيسير حركة المواطنين في المستقبل لا يقل عن 20 سنة، وليس لحل المشكلة في الوقت الحالي فقط، لأن احنا النهاردة مش بنعمل حلول مسكنة، احنا بنتكلم في مشروعات بتتكلف مليارات. هذه المشروعات يجب أن تسهل حياة الناس ويجب أن تدوم لفترة زمنية طويلة. أشكرك على هذا التوضيح طبعا أستاذ الطرق جامعة حلوان دكتور محمد الصادق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. وطبعا بأخذنا لأهمية هذه الطرق في أنها تجذب الاستثمارات أيضا وليس فقط تسهل الحركة.